هذا وأوضح الوزير أن نسبة الزيادات التي ستمس مختلف فئات المواطنين والموظفين والمتعاقدين، حيث ستتراوح هذه النسب في الأجور منذ سنة 2020 إلى 2024 بين 47% و 50%، كما كشف شرفة تفاصيل قرار الزيادات في منحة المعاشات والتقاعد. منذ 2020 إلى غاية 23 و 24 هي نسبة الزيادة راح تكون تقريبا بين 47% و 50%. هذا راجع أولا لضريبة على الأجور اللي كانت فيها يعني مراجعة فيها زيادة على الأجور اللي تمدت. حاليا القرار اللي جا به السيد رئيس الجمهورية اليوم في مجلس الوزراء راح يمس تقريب 2,800,000 موظف ومتعاقد. زيادة بما يخص القطاع الاقتصادي هذا يرجع لا كونفونسيون كوليكتيف اللي تكون بين المتعامل والشريك الاجتماعي. هذه الزيادة اللي جات بها لسنة 23 24 هو راح تتراوح لكل سنة تتراوح بين 4500 دينار إلى 8500 دينار، هذا حسب الرتب. نعطيك مثال أستاذ معلم في التعليم راح زيادة تاعو في السنتين هذو تكون تقريب 13500 دينار جزائري، يعني كمثال. عامل مهني بسيط راح تكون عنده سنويا 4500 وفي السنتين راح تكون عنده 4550 دينار جزائري. هذا ما يجعل في الفترة هذه بين 2020 و24 الزيادة بصفة عامة إجمالية تكون تقريب 50%. كاين صنف المعاش تقاعد هما من كل شاركوا في صندوق الوطني للتقاعد أكثر من 15 سنة. أما بما يخص منحة التقاعد يتمس للعمال اللي كان عندهم أقل من 15 سنة. هذو اللي عندهم أقل من 15 سنة حاليا منحة تاعهم تتراوح بين 4000 إلى 10000 دينار، هذا راح تكون عندهم زيادة إلا 11000 دينار كزيادة. اللي كان يدير 4000 دينار راح يوصل إلى 15000 دينار. أما بما يخص معاش تقاعد واللي كان محدود إلى 15000 دينار اللي كان على حساب الأجر المرجعي، حاليا خرجنا من الأجر المرجعي رجعنا إلى الأجر الأدنى يعني لو سميك اللي هو 20000 دينار جزائري. إذن كل ما هو معاش التقاعد راح يكون 20000 دينار. غير ممكن انطلاق من جانفي 2023 في الجزائر تكون معاش أقل من 15000 دينار أو 20000 دينار أو منحة التقاعد تكون أقل من 15000 دينار. إحصائيا في الإحصاء اللي راح يكون الأجر تاعهم راح المعاش راح يزيد من 15 إلى 20000 دينار وما تقريب 250000 مستفيد. أما بما يخص منحة التقاعد اللي هي كانت يعني مستوى جد ضعيف اللي قرر عليها فيها رئيس الجمهورية بيعطيهم زيادة يعني أكبر ممكن من زيادة راح تمس تقريب 900000 مستفيد. إذن إلا في هذه يعني الأصناف الاثنين عندنا تقريب 1,300,000 مستفيد من هذه الزيادة في المنحة أو المعاش تقاعد.